بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى له طرفة عين عن رحمته. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله المصطفى وخليله المجتبى، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. وبعد، معشر الحجيج، فإن من معاني الحج العظام التي يراد بأمة الإسلام وبحجاج بيت الله الحرام أن يلتفتوا إليها وأن يعتنوا بها تمام العناية، المعنى الكبير الذي جاء في الآية الكريمة في نداء الله للخليل إبراهيم عليه السلام: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات هذا أحد المقاصد التي من أجلها بنيت الكعبة، ولأجلها نودي في الناس بالحج، ولأجلها أذن الخليل إبراهيم عليه السلام أن يحج الناس بيت الله الحرام. قال الله عز وجل: ليشهدوا منافع لهم، وقد تقدم بكم في مجلس البارحة. وهذه الثانية: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ويذكر اسم الله قصد لأجله أتيتم معشر الحجيج لحج بيت الله الحرام، من أجل هذا المعنى، لأن تشهدوا المنافع وأن تذكروا اسم الله في أيام معلومات. الأيام المعلومات في القول الراجح عند أهل التفسير أنها عشر ذي الحجة، من الأول حتى العاشر، ومنهم من يجعلها أيام الحج حتى نهاية أيام التشريق، ومنهم من فرق بين الأيام المعلومات والأيام المعدودات في الحج، فقال المعلومات هي العشر الأوائل من ذي الحجة، والمعدودات هي أيام التشريق في سورة البقرة: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. والمقصود أيها الحجاج أن قوله ويذكر اسم الله قصد كبير عظيم جليل ينبغي أن يعيشه الحجيج في حجهم كل عام. يا حاج، افتح أذنيك جيدا رعاك الله، في حجك جئت تطلب الجنة، تبحث عن عفو الله، في رحلة حجك بذلت الغالي والنفيس، وأتيت تبحث عن أمر عظيم يستحق أن تبذل من أجله ما بذلت، وأن تقدم ما قدمت. ما جئت لأمر يسير، ولا قدمت لرحلة عابرة، جئت لقصد كبير عظيم تكمل به أركان دينك، وتحج بيت الله، وتمتثل أمر الله، وتؤدي فريضته، وتتبع فيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فأعظم به من قصد ومن أمر عظيم ومن غرض اجتمع الحجيج لأجله في بيت الله الحرام حتى ينطلق إلى المشاعر بعد أيام قلائل. ويذكر اسم الله، هذا قول الله الذي نادى به إبراهيم عليه السلام لأن يؤذن في الناس: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالاً وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. ومن تأمل أيها الكرام في آيات الحج في سورة البقرة المبتدأة بقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، إلى آخر ما جاء فيها ذكر الإحرام والإحصار والتمتع وهديه والتزود وذكر التقوى، ثم جاء الإفاضة من عرفات والوقوف عند المشعر الحرام والإتيان إلى منى والبقاء بها الأيام المعدودات التشريق، من تعجل ومن تأخر. من نظر في ذلك السياق في سورة البقرة في آيات الحج بها
أدهشه كثيراً قضية ذكر الله الواردة في تلك الآيات. وتأملوا معي، لما أمر الله عز وجل الحجيج أن يتبعوا هدى النبي عليه الصلاة والسلام وأن يتموا حجهم وعمرتهم، قال: وأتموا الحج والعمرة لله. يقف الحجيج بعرفة، وهو ركن الحج الأعظم، وليس فيه إلا الدعاء والاستغفار والذكر والبكاء والخضوع والدموع. يوم عرفة يوم يبتهج فيه المسلم لقربه من ربه، ويفضي بقلبه وقالبه بظاهره وباطنه، يسأل الله مقبلاً على الله. إذن هو يوم عرفة في ذروة التعبد لله عز وجل، وهو أيضاً في قمة إقباله على ربه يوم عرفة. لكن انظر إلى الآية الكريمة، يقول الله عز وجل فيها: فإذا أفضتم من عرفات، يعني إلى أين؟ إلى مزدلفة. يقول: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. طيب، هو ماذا كان يصنع في عرفة؟ ماذا كان يفعل؟ أما كان في قمة عبادته وذكره، يريد الله منا أن ننتقل من ذكر إلى ذكر. فإذا فرغنا من موضع انتقلنا إلى موضع، بدأنا ذكراً نستأنف فيه موضعاً لتشهد فيه عبادتنا بذكر الله في حجنا. يقول: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، يعني في مزدلفة. تأملوا في كثافة حضور الذكر. فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، يعني من مزدلفة إلى منى، واستغفروا الله. هل كانوا على معصية؟ هل كانوا في مزدلفة يقترفون السيئات ويقعون في الفواحش والآثام؟ هم ما كانوا إلا في صلب العبادة. لكن لتعلم أن رحلة الحج هي رحلة ذكر لله. قال الله عز وجل: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. هذه عرفة وتلك مزدلفة، وملئت ذكراً ودعاءً وابتهالاً وتوجهاً وسؤالاً. يقول الله عز وجل بعد ذلك: فإذا قضيتم مناسككم، انتهى يوم التاسع ويوم العاشر بالرمي والنحر والطواف والسعي والحلق، فإذا قضيتم مناسككم وعدتم إلى منى للمبيت بها أيام التشريق ورمي الجمرات، قال: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. كانت العرب إذا حجت وأتت منى أنشأت مجالسها تتفاخر بأمجاد آبائها وأجدادها، تنشد الأشعار وتورد المآثر وتفتخر بالأحساب والأنساب. قال الله في الإسلام: اجعلوا مكان ذلك ذكرا عظيما. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم، يعني في الجاهلية، أو أشد ذكرا. ما الذي تجدونه في السياق؟ أن الحج من أوله إلى آخره ما هو إلا كثرة ذكر لله. وهنا تفهم الآية الكريمة: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. يريد الله منا في حجنا أيها الحجيج أن نعيش حجنا بأيامه ولياليه، بساعاته المعدودة التي تنقضي سراعاً، حيثما كنا في المشاعر ننتقل من منى إلى عرفات إلى مزدلفة إلى منى إلى البيت الحرام إلى الكعبة إلى الصفا إلى المروة، حيثما كنا أن نملأ ذلك كله ذكراً. وكل موضع له ذكره الذي يخصه. فإذا أحرمت فخير ذكر تذكر الله به التلبية: لبيك اللهم لبيك. وإذا كنت في عرفات قال عليه الصلاة والسلام: وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وتعود معك التلبية: قائما وقاعدا، مصبحا وممسيا، داخلا وخارجا، مقبلا ومدبرا، قائما وقاعدا وعلى الفراش. والنفرة من عرفة إلى مزدلفة إنما تموج بتلبية الحجيج، فتضج الآفاق وتنطق المشاعر ويتجاوب الكون معك كله تلبية لله ووحدانية واعترافا. يأتي الناس إلى مزدلفة فلا تزال التلبية تصحبهم، ولا تنقطع التلبية حتى يأتوا إلى جمرة العقبة.
فتستبدل التلبية بالتكبير، وينتقلون من شعار إلى شعار، ومن ذكر إلى ذكر، ومن أجر إلى أجر آخر، إلى تكبير وتهليل وتحميد، فيشتركون في ذلك اليوم مع أمة الإسلام كلها، لأن ذاك اليوم يوم عيد، والأمة كلها تكبر الله وتحمد الله وتهلل الله، والحجيج في منى أيضا يكبرون الله، لكنه تكبير حجيج قد غفر الله ذنبهم، وتكبير أمة فرحت بوقوفها بالأمس في صعيد عرفات، وباتت البارحة في مزدلفة، فأتت بكل فرح وسرور ترمي جمرة العقبة لتكمل بقية المناسك، طواف الإفاضة والسعي وحلق الرؤوس وذبح الهدي لمن كان متمتعا أو قارنا، كل تلك أعمال نعيشها في ذكر. فإذا حلق رأسه قال بسم الله، إذا رمى الجمر قال الله أكبر، إذا ذبح هديه قال بسم الله، إذا طاف عاد إلى ذكر الله ودعائه، إذا أتى الصفا والمروة في قمة ذلك يعيش دعاء وذكرا لله عز وجل. رحلة الحج كلها تعيش معنى الذكر لله عز وجل. وفي هذا يقول عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، تصريح صريح بأن القصد من ذلك كله في رحلة الحج وانتقالنا بين البيت الحرام والجمرات وإتياننا إلى تلك المشاعر هو من أجل إقامة هذا المعنى. سؤالي الآن هو: في رحلة حجك مهما فعلت من واجبات وأركان، ومهما استجمعت من الشروط وحافظت على السنن، فاحرص رعاك الله على أن يكون أعظم شيء تعيشه في رحلة حجك إكثارك من ذكرك لله عز وجل. حذاري يا إخوة أن تصنعوا كل شيء وتهتموا به غاية الاهتمام ويفوتكم أعظم ما فيه، وهو روحه ذكر الله عز وجل. الحج كسائر العبادات له هيئة ظاهرة تؤدى بها، وأقصد بالهيئة الظاهرة الأركان والواجبات: الوقوف بعرفة، الإحرام، البقاء إلى المغرب، المبيت في مزدلفة، رمي الجمرات، حلق الرأس، الطواف، السعي، ذبح الهدي، المبيت بمنى، كل ذلك أركان وواجبات تؤدى. طيب، هذه هي الهيئة الظاهرة، الهيئة الظاهرة للعبادة، لكن روحها وهيئتها الباطنة التي تعيش بها روح الحج وحقيقته أن تعيش في غمرة الذكر لله. وإياكم من حال بعض الحجيج، حال مؤسف والله جدا، أنهم يصنعون كل شيء ويعتنون به غاية الاعتناء، ويكون أقل شيء يصنعونه في حجهم ذكر الله عز وجل. تكاد تعد كم مرة لبى، تكاد تعد عدد المرات التي قال فيها التلبية، وإذا عاد إلى منى يوم 8 وعرف يوم 9 تكاد تحصي كم مرة يلبي في الانتقال بين المشاعر. وربما إذا كان راكباً مع حجاج رفقته في الباص أو في القطار أو في الحافلات أو في المشي في الطريق، لا يكاد يلبي لولا أن يسمع الناس يلبون فيلبي معهم، فإذا سكتوا سكت، وإذا نطقوا ورفعوا أصواتهم شارك. بعض الناس من قلة ذكره في تلبيته وتكبيره تكاد تعد كم مرة فعلها في رحلة حجه كلها. يا إخوة، هذا مؤسف والله، لأن روح الحج ذكر الله. من الذي يقول هذا؟ الذي يقول هذا هو ربنا سبحانه ونبينا صلى الله عليه وسلم. ربنا قال: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله. وقد سمعت كم مرة أمرنا الله بالذكر في آيات الحج في سورة البقرة، ونبينا صلى الله عليه وسلم علمنا بقوله وفعله. أما بقوله فقال: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. وأما فعله فبأبي وهو وأمي صلوات الله وسلامه عليه، صلوا عليه وسلموا. أما هو في رحلة حجه فقد كان صلوات الله وسلامه عليه سيد العابدين وإمام الذاكرين، ما فتر لسانه والله،
وقد علمنا بهديه الأكمل عليه صلاة الله وسلامه كيف يكون الحاج في حجه عبدا ذاكرا لله خاشعا قلبه ينبض قبل لسانه بذكر الله وتعظيم الله وتمجيد الله وحمد الله. يا رجل وقف يوم عرفة صلى الله عليه وسلم بعدما صلى بالناس الظهر والعصر فلم يفرغ من الصلاة والخطبة حتى اتجه إلى الكعبة، اتجه إلى القبلة ووقف هناك وظل يدعو عليه الصلاة والسلام. ولولا أنه أتي بإناء فيه لبن فشرب لحسبوا أنه صائم. حج معه زوجاته التسع كلهن وأهل بيته وأصحابه 120,000، فيهم من لم يره إلا في الحج، فيهم من لم يدركه لا في المدينة ولا في الطريق، فيهم هو اليوم أول مرة تكتحل عيناه برسول الله عليه الصلاة والسلام. 120,000 فيهم الجاهل يريد أن يتعلم، والسائل يريد فتوى، والحبيب يريد نظرة، والقريب يريد قربا، والصاحب يريد صحبة، كلهم حوله. لكنه ترك الدنيا كلها وترك الأمة كلها، يوم عرفة اتجه إلى الله وتفرغ لذكر الله، ظل عليه الصلاة والسلام يدعو. ولو حسبتها بساعاتنا اليوم هي قريب من 5 إلى 6 ساعات، والله ما التفت إلى أحد ولا تكلم مع أحد ولا بحث عن قيلولة ينام فيها ولا يستريح. كان يعلمنا صلى الله عليه وسلم كيف نعيش عظمة الذكر لله عز وجل في رحلة الحج. جاء مزدلفة، صلى المغرب والعشاء ونام، قام فدعا الله حتى أسفر الصبح جدا، حمل الجمرات اتجه إلى منى، رمى، كبر، علم الأمة كيف تكبر الله يوم العيد، ذبح الهدي، ذبح 63 بيده عليه الصلاة والسلام، ثم أعطى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأكمل تمام 100 أهداها لله عز وجل، ثم أتى البيت الحرام فطاف وسعى وقد حلق رأسه، ثم رجع إلى منى فأقام بها وبات ورمى الجمرات. ما عرفت الأمة ولا نقل الصحابة عنه سوى مواضع تقطر من ذكر الله عز وجل، رأوا فيه صلى الله عليه وسلم الإخبات العظيم. علمنا كيف نكون في رحلة حجنا أمة قانتة. عظمة الحجيج في حجهم هو في كثرة ذكرهم لله. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: أفضل أهل كل عبادة أكثرهم ذكرا لله فيها، أفضل المصلين في الصلاة أكثر من ذكر الله في الصلاة، أفضل الصائمين في رمضان هو أكثر من ذكر الله في رمضان، أكثر وأفضل الحجيج في حجهم وأقربهم إلى ربهم هو من أكثر ذكره لله. يا قوم تريد أن تسبق إلى الله ستحج، ويحج معك 3 مليون مسلم هذا العام إن شاء الله. 3 مليون يا إنسان يتزاحمون على الجنة يتنافسون عليها، تريد أن تسبق؟ صدقني لن تستطيع السبق بكثرة عمل. هل يستطيع أحد يقول أنا سأقف بعرفة 2 مرات؟ سأرمي الجمرة الواحدة 20 حصى؟ ما في، العمل واحد. هل ستقول من اجتهادك أنك تطوف 10 أشواط؟ هنا لا مجال للزيادة، إذن أين ستكون الزيادة؟ في كثرة ذكرك لله. كلنا سنقف بعرفة ساعات، كلنا سنبيت بمينا 2 أو 3 ليالي، كلنا سيقضي 24 ساعة، لكن الفرق الكبير الذي يجعل التفاوت بيننا كما بين السماء والأرض تدري أين هو؟ في واحد ما فاتت عليه ساعة في رحلة حجه إلا وقد أودع فيها قرآنا قرأه، وذكرا وتسبيحا واستغفارا وتلبية ودعاء وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا لا يزال من ذكر إلى ذكر، يقبل على الاستغفار فلا يشبع، وهو يتذكر من أكثر الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. ينتقل إلى الحوقلة ويعرف أنها مفاتيح الجبال وأنها تزيل الأثقال وأن الله يسخر بها لعبده ما شاء، ثم ينتقل منها إلى تسبيح وتهليل وتحميد وتكبير، ثم ينتقل بعد ذلك إلى صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، يعرف أنه ما أكثر منها عبد وملأ بها دعاءه وصلاته إلا كان كما قال عليه الصلاة والسلام لأبي بن كعب: إذا تكفى همك ويغفر ذنبك. وهكذا، فإذا استكثر من ذلك انتقل إلى قرآن. كان السلف يستحبون إذا دخل أحدهم مكة في الحج أن يختم القرآن بها قبل أن يخرج،
فيجعلون هذا نصب أعينهم، جئت أحج ومعي ساعات وأيام وليال فاضلة، فوالله لن تكون إلا بطاعة الله عامرة، ولن تكون إلا بكثرة ذكر الله حافلة. يرون حقيقة أن أيامهم بمكة ومنن ومزدلفة وعرفات حقها أن تكون أعظم أيامهم في صحائف حياتهم. نعم تشغلنا الحياة في سائر أيام العام، تشغلنا الشواغل وتصرفنا الصوارف ونضيع في زحمة الحياة وأشغالها وأعمالها، ثم يقل ذكر الله أحياناً في حياتنا، نعترف بتقصير ونعترف بتفريط، وأنه بالكاد يصلي المصلي فينا وإن حافظ على السنن الرواتب وأذكار معدودة يقولها بعدها ولا شيء، وإن زاد زاد أذكار الصباح والمساء وباقي يومه وليلته وباقي ما كتب في صحيفته كلام وقيل وقال ودردشة وأحاديث وسواليف وزيارات، أحسن وحالا أن يكون كلامه مباحا لا إثم فيه. ثم ماذا؟ جئنا إلى رحلة الحج، الحج مدرسة، وأعظم دروسها التي نتعلمها فيها كيف يوطن أحدنا نفسه على كثرة ذكر الله عز وجل، ليس على ذكر الله بل على الإكثار من ذكر الله، من أجل أن يكون قد أحصى في رحلته في حجه ألوف المرات استغفاراً وأضعافها تهليلاً وتكبيراً وتحميداً، ومئات أو ألوف مؤلفة من تلبية قالها عند حجه وإحرامه. يتذكر هنا تماماً قول النبي عليه الصلاة والسلام، وكأنه يرن في أذنيه كالصدى، كلما فتر وضعف عاد فذكره. تدري ما قوله عليه الصلاة والسلام؟ قوله صلى الله عليه وسلم: ما أهل مهل قط إلا بشرى، ولا كبر مكبر قط إلا بشرى. قالوا: بالجنة يا رسول الله؟ قال: نعم بالجنة. وفي حديث التلبية: ما من مسلم يلبي إلا لبى ما عن يمينه وعن شماله حتى تنقطع الأرض من ها هنا ومن ها هنا، حيث يبلغ صوتك بتلبيتك افعلها، فسيلبي ما حولك من شجر وحجر وتراب وحصى، يشهد لك يوم القيامة، ويكون بإثر تلبيتك تكون حسنات وبركات تضاف إلى صحيفتك. ترى كم ضيع الغافلون والحجاج الساهون الذين يغيب ذكر الله عن ألسنتهم، ولا غاب عن ألسنتهم إلا لغفلة. وحقنا والله في حجنا يا كرام أن نتواصى، وأؤكد على هذا الكلام لأننا في رحلة حجنا لا يحج أحدنا وحده بمفرده، يحج في رفقة، مع شركة قدم معها، مع صحبة، مع أسرة وعائلة، مع أصدقاء وأقرباء، مع أناس يأنس بهم ويتقوى بهم على الطاعة. لكن الشيطان حريص، وهو يعلم كما أعلم وتعلمون أنها أيام فاضلة وأنها ساعات عظيمة، فيريد أن يحرمنا من خيرها وبركاتها، فيتسلط علينا بالإشغال والقيل والقال. بعض الحجيج في عرفة على شرف الموقف وعظمته يكتفي بأن يرفع يديه بالدعاء دقائق معدودات، وأضعافها من الوقت يذهب بالأنس مع صحابه والحديث معهم وشرب الشاهي والأنس والقيل والقال والأحاديث. لسنا نحرم حلالاً، الحلال حلال، لكن أهذا وقته؟ أهذا مكانه؟ أنت ما جئت من هناك لتأنس بصحبة صاحب ولا بحديث مجالس، حديثك هذا معه يمكن أن تدركه غداً أو بعد غد، لكن عرف وساعاتها إذا انقضت لا والله لن تعود، وإن عادت من عام قادم فلا تدري أنت أتعود أم لا تعود. فمن ذا الذي يضيع تلك الساعات لا يملأها ذكراً لله؟ اجعل في رحلتك لحجك موضعاً واسعاً، وصدقني إن فعلت فأنت السابق والله. ربما يكون في مخيمك في الحج 100 أو 1000 أو ألوف، بل كان على صعيد عرفات الملايين تجتمع معك في موقف واحد وساعة واحدة. والله لتسبقنهم سبقاً شديداً، لا بمال زائد بذلته ولا بعبادة كثيرة فعلتها، لكن بكثرة ذكر ذكرت الله تعالى به في ذلك الموقف. قال عليه الصلاة والسلام وهو يسير مع أصحابه يوماً في طريق مكة والمدينة، فأتى على جبل يقال له جمدان، قال: هذا جمدان، سيروا، سبق المفردون، يحثهم على السير، قال: سيروا.
سبق المفردون، توجهت أفهام الصحابة إلى أنه يتكلم عن المسير في السفر، وأنه يحثهم على الإسراع ومسابقة بقية القوم والقافلة، قال سيروا هذا جمدان سبق المفردون. قالوا ما المفردون يا رسول الله؟ نقلهم من المعنى الحسي إلى المعنوي الكبير، قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. تريد أن تسبق؟ السبق في الدنيا هنا اليوم على السيارات والطائرات وعلى الأرجل وعلى المراكب، سبق الآخرة إنما يكون بما تحمله معك هاهنا في الدنيا من ذكر لله عز وجل. سبق المفردون. قالوا ما المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. تأمل معي في هذا الجواب النبوي العجيب. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فباب جامع نتمسك به. قال يا رسول الله كثرت علي الشرائع، واجبات ومحرمات وأحكام وأركان، فأراد وصية جامعة، فباب جامع نتمسك به. لو كنت أنت المسؤول وجاءك رجل حديث عهد بإسلام، أسلم قبل أيام، وقال يا رجل قرأت عن الإسلام كثيرا وسمعت عنه كثيرا وكثرت علي الأحكام، فأعطني خلاصة وأعطني شيئا يمسك لي أحكام الإسلام، بماذا ستجيبه؟ غالبنا سيجيبه بأركان الإسلام، الصلاة والصيام والزكاة والحج، وتقول له هذه المهمات أمسك عليها وحافظ عليها، والباقي يأتيك إن شاء الله مستقبلا مع الأيام. العجيب في جواب النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما ذكر له أركان الإسلام ولا شيئا من الشعائر العظام. قال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، قال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فباب جامع نتمسك به. فانظر إلى الجواب النبوي لما قال له صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا بذكر الله عز وجل. دعونا نفهم الجواب أولا ثم نفهم مغزاه. لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، عجيب. طيب وأين الصلاة؟ أين الصيام؟ أين الزكاة؟ أين الحج؟ أين أركان الإسلام؟ أين الأحكام العظام؟ أين تلك القضايا الكبيرة في الإسلام؟ ذكر الله هذا الذي نقوله بلا وضوء ولا طهارة ولا استقبال قبلة، هذه الكلمات التي نرددها باللسان هو المطلوب الذي يجمع لي أبواب الإسلام، شتات الإسلام، أركان الإسلام، أحكام الإسلام؟ الجواب نعم. هذا كلام من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، هذا جواب النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم، هذا الوحي من الله جل جلاله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. لاحظ ما قال له عليك بذكر الله، لا. ما قال له أكثر من ذكر الله، لا. جعل ذلك مبالغة فقال لا يزال لسانك رطبا. اللسان رطب برطوبة الريق الذي في الفم. سؤال، متى يجف اللسان؟ إذا أخرجته من فمك وأبقيته في الهواء، وسيجف في كم من الوقت؟ مباشرة. إذا أخرجت لسانك من رطوبة الريق الذي في الفم وتعرض للهواء، فما هو إلا ثوان معدودات فيجف اللسان. قال عليه الصلاة والسلام لا يزال لسانك رطبا. رطبا يعني لا تجعله يجف ولا لحظة. عجيب، ما علاقة هذا بالسؤال؟ إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فباب جامع نتمسك به. أتاه عليه الصلاة والسلام من أقصر طريق وأقرب باب. إي والله، تريد أن تحافظ على الصلاة فلا تفوتك، تريد أن تحافظ على صيامك فتكون فيه من المتقين، تريد أن تستقيم على طاعة الله، تريد أن تجاهد نفسك في الانكفاف عن الحرام، تريد أن تكون عبدا صالحا، تريد أن تكون مسلما كما أراد الله. باختصار أكثر من ذكر الله. كيف هذه؟ دله عليه الصلاة والسلام على الأمر الجامع الذي يلم له شتات الإسلام من كل أبوابه، لأنه باختصار من أكثر من ذكر الله أحب الله، ومن أحب الله امتثل أمره ووقف عند حدود نهيه.
الرجل أو المرأة، المسلم أو المسلمة، إذا أحب أحدهم ربه حبا صادقا ملأ جوانح قلبه، من أحب الله حقا، هل ينتظر أن يقول له وقت الصلاة قم صلي؟ لا، هو سيقوم من فراشه من لذة نومه، لأنه عبد يحب الله، يسمع حي على الصلاة فيقدم حب النوم. لا والله، لأنه يحب الله. أيبخل بزكاة مال يخرجها إذا حال الحول؟ لا والله، هو إذا أحب الله لا تسأل عن الواجبات، هو قد استوفاها وانتقل إلى المستحبات، يبحث عن رضا من أحبه قلبه خالقه ومولاه. الطريق باختصار كيف تزرع حب الله في قلبك، والجواب هو بكثرة ذكرك لله. الكلام يبدو لنا بعيدا غريبا لأننا ما جربناه، لكن لما نقرأ في سير السلف وأخبارهم، وقبل ذلك في سيرة حبيبنا ورسولنا صلى الله عليه وسلم، والله يا إخوة نصاب بدهجة كيف عاشوا حياتهم حبا عجيبا لله عز وجل، جعلهم يعيشون حياتهم ما كأنهم بشر، وكأنهم تجاوزوا تلك المرحلة التي نعيش نحن في صراع مع أنفسنا نجاهدها على طاعة الله والانكفاف عن المحرمات. والسبب أنهم ملأوا قلوبهم بحب الله، دله صلى الله عليه وسلم على أقصر طريق وأقرب باب، الإكثار من ذكر الله، فمن أكثر من ذكر الله أحبه، ومن أحبه استقام على شريعته وانقادت له شرائع الإسلام كلها. يأتي الحج فيعلمنا معشر الحجيج تجربة فريدة في الحياة، والأمر كما قلت لكم ربما كنا في بعض مواقع في الحياة، في بعض أيام الحياة، في بعض منعطفات الحياة نغفل أو نضعف عن ذكر الله، كلنا كذلك. يأتي الحج فيعلمنا كيف نكون من المكثرين لذكر الله عز وجل. نقرأ في أخبار الصالحين ونسمع من شأنهم أن أحدهم يستغفر الله في اليوم 5000 مرة، ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام 3000 مرة، ويهلل الله ويكبره كذا وكذا 1000 مرة. فنسأل أنفسنا كيف ومتى؟ هذا غير ما يقرؤونه من القرآن، وأحدهم يختم القرآن في كل 3 أيام مرة، وفي كل 1 أسبوع مرة، يعني يقرأ في اليوم 10 أجزاء، 7 أجزاء. فنسأل كيف ومتى؟ وعندهم أزواج، وعندهم أولاد، وعندهم وظائف وأعمال، وينامون مثلنا، ويمرضون مثلنا، ويسافرون مثلنا، ويأتيهم عزاء وفرح وزواج مثلنا تماما، فنتعجب كيف يصنعون هذا، وفي أي وقت يستطيعون إنجاز كل هذا. الجواب هو لا يقال بمسألة تعبر عنها بالألسنة بقدر ما هي حياة يعيشها أصحابها. هي حياة إذن، هي تجربة، جاءك وقت التجربة في حجك هذا، يمكنك أن تجرب، والفرصة مواتية، لأن الزمان فاضل، ولأنك في رحلة عبادة، وأنت في رحلتك من أولها إلى آخرها تجتهد في طاعة الله وعبادة الله صدقا والله معشر الحجيج. اجعلوها تجربة فريدة في حياتكم تأنسون فيها بكثرة ذكر الله، والله من فعل وجرب ذاق حلاوة الذكر واستمتع برقة قلبه، ووجد أيضا متسعا لأن يقابل ربه بقلب طاهر ولسان ذاكر. من أكثر من ذكر الله قد نقع قلبه بماء الذكر، ولا تجده إلا من أهل الفلاح، لأن الله يقول واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. تريد الفلاح؟ ما الفلاح؟ الفلاح الذي وصف الله أصحابه، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى أن قال أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. هذا الفلاح أحد طرقه الاجتهاد في كثرة ذكر الله عز وجل، في قمة الجهاد ولقاء العدو وصليل السيوف ومقارعة الصفوف، والرقاب تقطع، والأمواج والأرواح تبذل هناك من أجل إعلاء كلمة الله. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. جعل الذكر سلاحا في أعظم المواضع. أتعبك شيطانك؟ أضناك؟ أرهقك؟ وكلما حاولت في الخلاص منه عاد بك مرات ومرات إلى الذنوب والموبقات والمعاصي والسيئات، أين أنت عن هذا السلاح؟ اذكر ربك كثيرا،
يخنس شيطانك. الله عز وجل يقول: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. من نسي الله ونسي ذكره وأهمله عاد ذلك على حياته كآبة، وعلى بيته ظلمة، وعلى كل شؤونه في الحياة قلقا. لكن والله ما أشرق بيت ولا قلب بكثرة ذكر الله إلا رفرفت فيه السعادة وحل فيه الأنس وانتشر فيه النور. لما لا؟ هذا ذكر الله الذي قال الله عنه: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قولوا لمن يتردد ويطرق أبواب العيادات النفسية من هم وقلق واكتئاب وضجر وشيء كثير من أفراد النفوس وأدوائها: أين أنتم عن هذا الدواء العجيب؟ كثرة ذكر الله عز وجل ليست المرة ولا المرتان ولا الثلاث ولا الأربع يا أخي، سر عجيب، هذا شيء عجيب ذكر الله عز وجل. وما زالت نصوص الشريعة تغرينا للإقبال على ذكر الله بكل أنواع الإغراء. يقول عليه الصلاة والسلام: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. تعجزك هاتان الكلمتان؟ كم مرة قلتها اليوم؟ طيب أمس؟ قبل أمس؟ غدا؟ بعد غد؟ يقول عليه الصلاة والسلام: من قال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم في اليوم 100 مرة، 100، والله ما تأخذ منك 3 دقائق، غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. أين نحن عن هذا الكنز العظيم؟ خذ ثانية، يقول عليه الصلاة والسلام: وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. هل ملأتها؟ هل ملأت هذا الأفق هذا الفضاء تسبيحا وحمدا لله عز وجل؟ الباقيات الصالحات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا كنز من كنوز من تحت العرش، أين نحن عن هذا؟ لاحظ، ذكر الله عز وجل العبادة الأسهل الأيسر الأوفر أجراً الأعظم حظاً، بين قوسين الأقل فعلاً في حياة العباد للأسف. يجتهد الناس في العبادات التي تتطلب جهداً ووقتاً وربما مالاً. يا أخي، ذكر الله لا يطلب منك صدقة ولا نفقة ولا حتى طهارة ولا استقبال قبلة، تذكر الله على كل أحوالك. هنا ستفهم لماذا يذكر الصحابة وصف رسول الله عليه الصلاة والسلام بأنه كان يذكر الله على كل أحواله. يجلس مع أصحابه في المجلس عليه الصلاة والسلام فيحدثهم، وهم حوله فتحوا قلوبهم قبل آذانهم ينتظرون النور الذي يخرج من بين شفتيه والهداية التي تتناثر في مجلسه صلوات الله وسلامه عليه. ثم يدهشك أن يحكي بعضهم فيقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر في المجلس الواحد أكثر من 70 استغفارا، وفي بعض الروايات أكثر من 100 مرة. عفواً، هو جلس معهم كان يحدثهم، متى كان يستغفر؟ ربما كان في سكتاته، ربما كان في صمت عندما يعم المجلس فيسمعون استغفاره وذكره لله عز وجل. هذا المنطق الذي يعيش عليه الكمل من البشر الأنبياء عليهم السلام. ثم من بعدهم من سلك سبيلهم من الأولياء والعباد والصالحين حقيقة أدركوا أن سر الحياة وأن مجمع البركة وأن متعة الروح حقيقة إنما تكمن في الإكثار من ذكر الله. فترى أحدهم يستوحش إذا وقف لسانه عن ذكر الله، ويتضايق أشد المضايقة لو ابتلي بصديق أو رفيق كثير الكلام ثرثار، لأنه يشغل عليه وقته فيشوش عليه، لأنه لا يحب أن يصرف من الوقت في الحديث في مثل مواطن العبادة إلا بقدر الحاجة، وباقي الوقت هو يحب أن يملأه طاعة، أن يأتي يوم القيامة وصحيفة حجه في سجل حسناته ثقيلة، مع أنه ما حج إلا مرة ولا وقف بعرفة إلا مرة ولا طاف الإفاضة إلا 7 أشواط، و3 مليون فعلوا مثل ما فعل، لكن ما أحد منهم بلغ في ثقل حجه في الميزان كمثل ما بلغه.
والسبب كما قلت لك هو بما ملأه من كثرة ذكر الله عز وجل في حج النبي عليه الصلاة والسلام. تتعلم هذا الهدي الكريم وتفطن إلى معنى الآية الكريمة ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. في الحج يأتي الحجيج يسألون عن أخطاء وقعت منهم ويبحثون عن فتوى، ما الكفارة؟ ما الفدية؟ كيف العمل؟ كيف الاستدراك؟ هذا يقول لك قصصت من أظفري، والثاني قال وقعت مني شعرة، والثالث قال تغسلت بماء فيه طيب أو صابون، والرابع يقول غطيت شعري، والخامس والسادس والسابع هذا فاته شيء في رمي الجمرات، وهذا أخطأ في الطواف. يأتي يسأل لأنه يشعر أنه قد أصاب خللاً في حجه في بعض الأركان أو الواجبات. لكن والله ما جاء أحد قط ليسأل فاتني أن أذكر الله كثيراً، كيف أعوض هذا؟ ماذا يلزمني؟ ماذا علي أن أصنع؟ اعلم رعاك الله أن فقهاء الإسلام عندما عدوا أركان الحج وواجبات الحج ما جعلوا بينها ذكر الله عز وجل، لا الحنفية ولا المالكية ولا الشافعية ولا الحنابلة، ما أحد من فقهاء الإسلام عد في أركان الحج ولا واجباته ذكر الله سبحانه وتعالى. تدري لما؟ لأنها قضية أكبر من أن تكون ركناً أو واجباً، هي روح الحج، هي صلبه، هي قوامه، هي التي ينبغي أن تكون معك تسري في كل ركن وكل واجب. ليس ركن من أركان الحج إلا وفيه ذكر لله، ليس واجب إلا وهو مصحوب بذكر الله عز وجل، وبالتالي فكيف تريده أن يقول لك إن من الأركان ذكر الله عز وجل؟ لو جعله ركنا لحجمه وجعله جزءا صغيرا، ولو جعله واجبا لكان يمكن أن يفتدى فيه بالكفارة إذا ترك نسيانا. لا، هو أعظم من ذلك. أقرب لك الصورة، هو أشبه شيء بالخشوع في الصلاة. ماذا تقولون في رجل صلى المغرب معنا 3 ركعات كاملات من تكبيرة الإحرام حتى التسليمتين، فعل كل شيء، قام وركع ورفع وسجد وجلس وتشهد ودعا إلى أن سلم التسليمتين السلام عليكم ورحمة الله، صلى 3 ركعات كاملات، لكن منذ أن دخل في الصلاة غادره عقله وظل يفكر في البيت، في الأسرة، في الأولاد، في البلاد، في كذا في كذا في كذا، ولم ينتبه إلا وإمامه يقول السلام عليكم ورحمة الله، ما خشع في صلاته قط. أفتونا يا حجاج، صلاته صحيحة أو باطلة؟ صحيحة. هل أحد يقول عليه أن يعيد الصلاة؟ لا، صلاته ليست باطلة، صلاته صحيحة. نعم هو ما خشع، والنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث يقول ينصرف المرء من صلاته وما كتب له إلا نصفها، إلا ثلثها، إلا ربعها، إلا خمسها، إلا سدسها، إلا سبعها، إلا ثمنها، إلا تسعها، إلا عشرها، وليس للمرء من صلاته إلا ما عقل. ما حضر فيه عقلك وخشع فيه قلبك وأدركت خشوع الصلاة هو المحسوب حقيقة لك من أجرك في الصلاة. طيب والباقي؟ لن يذهب هباء منثورا، الباقي برئت به الذمة وسقط عنك الواجب، ولن تؤمر بقضاء ولا إعادة، ولكن ليست هي الصلاة التي يحبها الله، ليست هي الصلاة التي تجد متعتها وأنت تصلي. ستمل إذا أطال إمامك القراءة في الصلاة، ستنظر في الساعة كثيرا أنك على موعد تريد الاستعجال، ستشعر بألم في قدميك لو أطال الإمام القراءة في قيام التراويح في رمضان، ستتعب من كثرة السجود وطوله أو من الركوع وطوله. كل ذلك يحصل عندما نصلي وقلوبنا ليست معنا في الصلاة، خشوعنا لا يكون حاضرا. وأما من خشع فسل عن ذلك سيد الخاشعين صلى الله عليه وسلم، يصلي من الليل حتى تتورم قدماه. تعرفون ورم القدمين؟ انتفاخ القدمين؟ من يستطيع إذا انتفخت قدماه من الألم أن يقف عليها 5 دقائق؟ ورم. وفي رواية تتفطر قدماه، تتشقق، انتفاخ القدمين مع التشقق، أليس ألماً لا يطاق؟ ومع ذلك يحكي الصحابة في
في وصف قيامه بالليل صلى الله عليه وسلم شيئا عجيبا، والله لو لم تكن أحاديث صحاح لما أدرك المسلم صدق تلك الروايات جيدا. يقف ذات ليلة فيقرأ بالبقرة والنساء وآل عمران في ركعة ثم يركع فيطيل ركوعا بقدر القراءة. أي صلاة هذه؟ السؤال لا تسأل أي إطالة، اسأل أي لذة كان يعيشها صلى الله عليه وسلم في صلاته، أي متعة. السؤال أين ذهب ألم القدمين المتورمتين المتشققتين؟ أين ذهب؟ أليس ألما محسوسا؟ أليس ألما جسمانيا بدنيا؟ الجواب لقد طغى شعور المتعة بالعبادة على شعور الألم، فاستمتع عليه الصلاة والسلام. يطيل القيام، تراه زوجه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فتشفق، فتقول يا رسول الله، تسأله عن صلاته وقد ورمت قدماه، فانظر إلى الجواب العجيب، يقول أفلا أكون عبدا شكورا صلى الله عليه وسلم. تلك مرحلة صدقني سنظل نتكلم عنها لا نفهمها، ولن نشعر بها إلا إذا عشنا جزءا من معناها، وإلا سيبقى كلاما خيالا بعيدا عن تصوراتنا لأننا ما عشناه. هذا الذي نقوله في الصلاة يا كرام وفي حضور الخشوع فيها وأثر ذلك في استمتاع المصلي بصلاته، هو كذلك والله في مسألة حضور القلب في الحج بكثرة ذكره لله عز وجل. لماذا تحول الحج عند كثير من الحجيج إلى رحلة فيها المراكضة والمزاحمة والمدافعة والسرعة في قضاء الأعمال رغبة الخلاص لكيفما اتفق؟ لماذا أصبح هم أحدنا متى ينتهي؟ ما أن يبدأ الطواف يحمل هم كيف يخرج منه، إذا بدأ السعي يفكر كم دقيقة سيستغرق، إذا أتى عرفات وخرج منها إلى مزدلفة يحمل هم الزحام والمواصلات والوصول، إذا أتى الجمرات فكر تماما كيف يرمي متى يخرج من الزحام، إذا انتهى من المبيت في ميناء فكر متى يرجع متى يغادر. لماذا أصبح الحج هما نحمل ثقله على ظهورنا؟ بصراحة لأنه غاب عنا الاستمتاع بالحج في رحلة الحج. ولماذا غاب الاستمتاع؟ لأنه غاب حضور القلب. أصبحنا نشتكي من حر الشمس وطول الانتظار وزحام الطرقات وكثرة الناس في المطاف وفي المسعى وفي الجمرات وفي عرفات، وأصبحنا نتضايق ونتضجر، وأصبحنا كذلك نشتكي بعضنا من بعض فيدافع الناس بعضهم بعضا وربما آذى بعضهم بعضا. كل تلك مظاهر عندما تغيب عن الحج روحه التي ينبغي أن نعيشها. يحج عليه الصلاة والسلام وإذا أصحابه ينفرون من عرفة سراعا بكل شوق وفرح وسرور يقصدون مزدلفة، فيقول عليه الصلاة والسلام أيها الناس السكينة السكينة، يأمر بالرفق والتؤدى عليه الصلاة والسلام. كان يسير العنق فإذا وجد فجوة النص، يسير عليه الصلاة والسلام بكل تؤدة وتمهل، فإذا وجد متسعا في الطريق أرخى لناقته الزمام حتى تسرع قليلا وينطلق في مسيره عليه الصلاة والسلام. حج عظيم ذاك الحج الذي يقطر في رحلة صاحبه ذكرا لله عز وجل. إن أحرم رأيت أثر الخشوع عليه في إحرامه، وإن لبى رأيت التلبية تنطق بها جوارحه قبل لسانه، وإن جاء إلى عرفات رأيت من انقطاعه عن الدنيا وإقباله على الله ما يشعرك أنه يكلم ربه كأنه أمامه. إذا أتى مزدلفة، إذا أتى الجمرات، إذا طاف بالكعبة، إذا سعى بين الصفا والمروة، أنيسه وفرحة قلبه ومتعة خطواته في حجه هو كثرة ذكره لربه. يستمتع بين تلبية، بين تكبير وتهليل وتحميد، بين قرآن آية وأخرى، سورة فبعدها أخرى، وختمة وتليها أخرى. يستمتع في حجه أنه يعيش وقتا مستقطعا من الحياة يملأه ذكرا لله عز وجل. رحلة الحج مدرسة نتعلم فيها في 6 أيام أو 7 أو أكثر أو أقل كيف نعيش إقبالا صادقا على الله.
يا أخي اجعلوها تجربة 5 أيام في الحياة نكون فيها في عداد الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. دعونا نجرب متعة اللحاق بهذا الركب ولو 5 أيام في الحياة، ليس كثيرا والله، هي مجاهدة نحتاج فيها إلى ترويض. ولأنها مجاهدة فعندي لكم نصيحة، لأنها مجاهدة فنحتاج فيها إلى استعداد، إلى تهيؤ، إلى تهيئة للنفوس. اليوم كم؟ اليوم 3 من ذي الحجة، الليلة هي 4، كم باقي على الحج؟ اليوم 1، الليلة 2، الحج يوم الجمعة إن شاء الله، ومنا من يذهب يوم السبت، أقل من أسبوع، معنا 4 أيام يا كرام. بوسعنا والله أن نجعل منها، ونحن في أيام 10، والعمل الصالح فيها أحب إلى الله من كل شيء. قال فأكثر فيهن من التهليل والتحميد والتكبير. لما لا توطن نفسك هذه الأيام على الإكثار كما قال عليه الصلاة والسلام؟ فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. الليلة 4 كم مرة هللت وكبرت وحمدت الله؟ هل بلغت الكثرة؟ هل بلغت 2000، 3000، 5000 مرة؟ مهما وصلت إلى عدد فلا تقف، كلما بلغت 1000 تلو 1000 تتذكر قوله عليه الصلاة والسلام فأكثروا، فتنطلق تواصل وتكمل وتزيد، لأنك تعرف أنه في الأمة موفقون وصالحون وبررة وعباد وأولياء يسبقوننا دائما في هذه الأبواب. فاجعل هذا حافزا لك ودافعا لأن تزداد فتركب هذا السباق، علك أن تكون من السابقين. وطنوا أنفسكم معشر الحجيج في هذه الأيام التي تفصل بينكم وبين الشروع في فريضة الحج هذا العام، فإنكم إن فعلتم كان حرياً بكم أن تكونوا مع انطلاقة الحج يوم 8 أو يوم 9 وقد ألفت، لا أقول ألسنتكم، بل ألفت قلوبكم ذكر الله واستمتعت به وآنست ذكر الله عز وجل في رحلة حجها، فوالله إنها لمتعة. وستجد المصحف صاحبك في رحلة الحج، وكتاب الأذكار الصباح والمساء أيضاً هو رفيقك الآخر، وستجد التلبية والتكبير والتهليل والتحميد هو أقرب شيء إلى لسانك، وإذا عشت معانيها وجدت من أنسها واقشعرار البدن وخضوعه وتذراف العين ما يزيدك متعة فوق متعة. أي والله، جرب أن تحمد الله كثيراً وتقعد جلسة يكون وردك فيها حمداً لله عز وجل، وتريد تقول أن أحصي 100 مرة أو 500 مرة أو 1000 مرة تريد أن تحمد الله، فما أن تنهال عليك النعم التي تتذكرها بما أنعم الله بها عليك حتى يقشعر بدنك وتشعر أنك عبد حقير والله، لأن نعم الله الكثيرة ما وجدت منك إلى اليوم حمداً يليق بها. فتعصر نفسك ألماً أنك مقصر فتقبل، وإذا كنت قد تعد 100 وإذا بك قد بلغت 1000 وأنت منطلق في حمد تتسارع فيه أنفاسك تشعر أنك ما وفيت حق الله. قل مثل ذلك في تكبيرك لله، الله أكبر الله أكبر، وتظل تحصيها. كنت قد عزمت أن تجعلها 100 مرة تكبر الله في وردك ذاك، لكن ما أن شرعت في التكبير إلا وقلبت ناظريك، فإذا أمة الإسلام هذه قد أقبلت من كل بلد، من كل جنس، من كل لغة. أليس ربا كبيرا هذا الذي أتى بهم سبحانه؟ أليس ربا كبيرا هذا الذي جمعهم؟ أليس ربا كبيرا هذا الذي أكرمهم وأوفدهم؟ أليس ربا كبيرا هذا الذي أذن لهم؟ أليس ربا كبيرا الذي رزقهم وأعطاهم ويسر لهم وأعانهم على القدوم؟ وتشعر مرة أخرى بشيء من الحرج في نفسك أنك ما كبرت الله كما ينبغي، فإذا بك تحث الخطى تنطلق في تكبير لله الكبير سبحانه وتعالى بما تشعر أنه يليق بجلاله وعظمته ولن تبلغه، لكنك ستجتهد قدر المستطاع. لما صلى ذلك الصحابي خلف النبي عليه الصلاة والسلام وقال عليه الصلاة والسلام رافعا رأسه من الركوع سمع الله لمن حمده، قال ذلك الرجل في صلاته ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. انقضت الصلاة، قال النبي عليه الصلاة والسلام من المتكلم بتلك الكلمات آنفا في الصلاة؟ سكت الصحابة وخشي بعضهم أن يكون عتبا، أعاد السؤال عليه الصلاة والسلام مرة ثانية، قال الرجل أنا يا رسول الله.
ينتظر ما التعليق؟ قال: لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أولا. كلمات عظيمة، شعر أنه بحاجة إلى أن يحمد الله حمدا يملأ السماء ولا يكتفي، ويملأ الأرض ولا يكتفي، ويملأ ما بينهما ولا يكتفي، ملأ الكون علويه وسفليه وما بينهما، وشعر أنه لا يكفي، لا يكفي في مقام الحمد لله. فماذا صنع؟ قال: وملأ ما شئت من شيء بعد، يا رب أنت أدرى. لماذا قال عليه الصلاة والسلام لأمنا وقد رآها جلست مجلسا طويلا تسبح الله وتذكره وتحمده؟ قال: لقد قلت بعدك 4 كلمات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. قالت: ماذا أقول يا رسول الله؟ قال: قولي سبحان الله عدد خلقه. كم عدد خلق الله؟ لا يعلمهم إلا الله. بكلمة واحدة أنت سبحت الله لا أقول بملايين ولا بالألوف منها ومضاعفات، عدد لا يعلمه إلا الله بكلمة واحدة: سبحان الله عدد خلقه، ولا يحصي عدد خلقه إلا هو سبحانه. ورضا نفسه، ولا يعلم رضا نفسه إلا هو سبحانه. وزينة عرشه، ولا يعلم عظمة العرش إلا هو سبحانه. ومداد كلماته، ولا يعلم عظمتها إلا هو سبحانه. قل مثل ذلك بالحمد: الحمد لله عدد خلقه، ورضا نفسه، وزينة عرشه، ومداد كلماته. قل مثل ذلك تكبيرا لله، قل مثل ذلك استغفارا لله، قل مثل ذلك تهليلا تكبيرا تحميدا. انظر إلى الأبواب كيف فتحت لك من كل جانب في ذكر الله عز وجل. إغراءات تحثنا معشر العباد على الإقبال على الإكثار من ذكر الله، فإنها متعة القلوب وأنس الأرواح، هي ثبات العبد على طريقه إلى الله عز وجل، هي الثقل في الميزان، هي زيادة الحسنات وتكفير السيئات. نأتي يوم القيامة مقصرين في صلاتنا، في صيامنا، في برنا بوالدينا، في قيامنا بالحقوق والواجبات. نأتي يوم القيامة مقصرين وعندنا تفريط وتساهل في بعض المحرمات أو المكروهات أو التوسع في المباحات. يا رجل لسنا معصومين، لكن لن يسد هذا الخلل، ولن يمكن أن نرتقى هذا الاتساع في التقصير الذي يحصل بمثل ما يمكن أن نفعل بهذه العبادة العظيمة عند الله، وهي الإكثار من ذكر الله عز وجل. يأتي الحج ونحن على عتباته، فيعلمنا كيف نكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. فأقبلوا معشر الحجيج في رحلة حجكم هذه على الانطلاق في ركب الذاكرين الله، واستبقوا فيه. أسبقنا في حجنا ليس الذي فرغ من طوافه أولا، ولا الذي خرج من عرفة قبل الآخرين، والذي وصل إلى منى قبل الناس، ولا الذي فرغ من الجمرات قبل الآخرين، ولا الذي استطاع أن يحلق رأسه قبل المجموعة. لا، الذي يسبق في حجنا هذا العام هو الذي نجح في ملء صحيفته بنور يسره يوم يلقى الله عز وجل، هو ذكره لله سبحانه وتعالى. تنبيه مهم يا كرام: في عبادة الذكر لله اجعلوا القلوب حاضرة، اجعلوها مواطئة لما تقوله الألسنة، اجعل تكبيرك يملأ قلبك قبل أن ينطلق به لسانك، اجعل حمدك لله تفيض به عيناك قبل أن يتكلم به اللسان، اجعل استغفارك لله حرقة في القلب واعتصارا توبة وندما وألما قبل أن تقول بلسانك استغفر الله، اجعل صلاتك على النبي صلى الله عليه وسلم حبا تعظيما وفاء شوقا لهذا النبي الكريم قبل أن تقول اللهم صل وسلم على سيدنا رسول الله. مثل هذه الأذكار التي يتواطأ فيها القلب مع اللسان هي التي تعيد صياغة العباد، هي التي تصهر القلوب من جديد، هي التي تلبسها ثوب البياض، هي التي تخرجنا إلى حقيقة الحياة التي نأنس فيها بذكر الله عز وجل. يقول عليه الصلاة والسلام: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. أحياء نحن أم أموات؟ حياتنا ليست تقاس بالأنفاس ولا بالطعام والشراب ولا بالقدرة على الحركة. هذا القدر من الحياة تشاركنا فيه حتى البهائم أكرمكم الله.
الحياة الحقيقية هي حياة القلب، ولا حياة له إلا بذكر الله. حياة القلب عندما يسقى بماء الذكر لله عز وجل، فتنبت في القلب، تنبت في القلب حقيقة ثمار المحبة لله، والخوف من الله، والخشية من الله، والرجاء الحسن فيما عند الله، وحسن الظن والتوكل الصادق على الله. هذه عبادات القلوب إذا أسست وانطلقت وأثمرت وأينعت، أبشر بحياة كريمة وبعبادة صالحة، أبشر بحياة تكون فيها عبدا من عباد الله الصالحين. وإلا فلو كانت العبادة مظاهر تؤدى لكان المنافقون عبد الله بن أبي بن سلول ورفاقه لكانوا من السابقين، لكن الله قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، مع أنهم كانوا يصلون وربما كانوا يصومون وخرجوا في الجهاد مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في بعض الغزوات، ومع ذلك يقول الله إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، لأن قلوبهم كانت في شق وأعمالهم كانت في شق آخر. والمؤمن الحريص على ذكر ربه الذي يرجو فضل الذكر وأثره في حياته يحضر قلبه. فاذكروا الله بقلوب متواطئة مع الألسنة في معاني ألفاظ الذكر الذي تقولون، ومعانيها ليست عجيبة ولا سرا ولا أمرا غامضا خفيا، هو تسبيح تنزيه لله، حمد إجلال وثناء على الله، تكبير تعظيم لربنا الكبير سبحانه وتعالى، استغفار توبة وندم وألم، واعتصار للذنب وسؤال المغفرة. وقل مثل ذلك في كل أنواع الذكر وألفاظه وعباراته. يا كرام، الأيام المقبلة مليئة والله بالفضائل والخيرات، إنما ينالها من مد يده إليها. وأما الذي أبقى يده في جيبه أو بقي متكئا على أريكته، تمر به الأيام وتنقضي به الفضائل فما اغتنم منها شيئا. هذه الأيام الفاضلة ما مثلها إلا كمثل سحابة ممطرة مطرا شديدا، وبكل واحد منا آنيته يجمع فيها ما شاء من قطر السماء، فمنا المقل ومنا المستكثر، وفضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. اللهم فإنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، وأنت أكرم الأكرمين وديان يوم الدين وربنا ورب الأولين والآخرين، نسألك إلهي أن تجعلنا في خيرة عبادك الصالحين وحزبك المفلحين وأوليائك المتقين يا رب العالمين. اللهم ألزمنا عتبة العبودية وارزقنا السعادة الأبدية، وادفع عنا وعن كل مسلم كل شر وبلية. إله الحق يا سميع الدعاء، اجعل لنا وللمسلمين جميعا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الذاكرين لك كثيرا والذاكرات، واجعلنا من السابقين إلى فضلك والخيرات والمكرمات. اللهم إنا نسألك وأنت الملك الكريم وأنت الرحمن الرحيم أن تفرغ على قلوبنا أنسا بذكرك وطاعتك يا حي يا قيوم. اللهم أفرغ على قلوبنا حلاوة بذكرك وأنسا بطاعتك، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. اللهم ألزمنا عتبة العبودية وارزقنا السعادة الأبدية، وادفع عنا وعن كل مسلم كل شر وبلية. اللهم هؤلاء حجاج بيتك الحرام قد أتوك من كل فج عميق، فأكرم يا ربي وفادتهم وأحسن عاقبتهم، وتقبل من الحجيج حجهم ومن العمار عمرتهم، وحقق لهم يا ربي مرادهم وآتهم سؤلهم. اللهم اكفنا وإياهم شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار، احفظهم يا ربي في أنفسهم وأموالهم وأهليهم وأولادهم ومن خلفوا في ديارهم بخير، أنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. اللهم من أكرم وفدك فأكرمه، ومن أعانهم فأعنه، ومن حفظهم فاحفظه، ومن يسر عليهم فيسر عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين والحج والحجيج بسوء فأشغله يا رب بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين، اللهم وفقه لكل خير وهدى وسداد ورشاد، وأصلح له النية والبطانة والقول والعمل يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام.
اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، يا حي يا قيوم يا رحمن يا رحيم، ارحم موتانا واشف مرضانا واهد ضالنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يسر للحجيج حجهم وتقبل منهم نسكهم وأنت أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلي يا ربي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد.